راديو دلتا لبنان. من أول يوم من عطى ثقة الناس أثبت أنه كان جدير فيها وقطع وعد على حاله من أول عهد يخلي هالبلدي مضرب مثل ويجعل منا منارة ساطعة بين جيرانا. كان همه وما زال يشوف الأفضل، وفعلا هالبلد المدينة ازدهرت على أيامه، نميت اقتصاديا واجتماعيا، صعب نحصي عدد المشاريع بساعة واحدة رغم عدد سكانها الكبير. الحزمية اليوم وبفضله توسعت صحيح جغرافيا، لكن زادت فيها المساحات الخضراء أو على الأقل قدر يحافظ على اللي تبقى من خضارة. يشهد له بالإنسانية الكبار، محبة الصغير قبل الكبير، انفتاحه، كرمه، والأهم مصداقيته. جوليس الأسمر، مجموعة رجال برجل ومجموعة رؤساء برئيس، منا مضطرين نجامله، بالعكس يمكن هالكلام حتى ما يوفي حقه. أساسا هو ما بحب يحكي، بيشتغل بصمت وبيفاجئنا دايما بنتائج مذهلة على الأرض. عنده يمكن كمان فريق عمل ديناميكي مثله بيشبهه، هدفهم دايما الارتقاء بمدينة الحزمية، تطورا شغلهم الشاغل وهمهم راح يتأبني. من حيون أيضا نحن من الأشخاص اللي بيتحمسوا لأفكار جان الأسمر، ومنعرف أنه دايما عنده جديد، دايما في مشاريع، ولا هيك نواظب على استقباله. وكل مرة منشعر أنه الساعة ما أدت لحتى نحكي عن كل هالمشاريع. بدنا نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، دايما مرحب فيك وبحرارة براديو دلتا. صباح النور. أهلا فيك. بعتقد كترتيلي شوي. أبدا أبدا، لأنه شهادتي مجروحة، أنا قللت الكلام. ميرسي على الوردات الحلوين. هو لأي مناسبة؟ لانتخاب الرئيس؟ أكيد طبعا. يعني أنا اليوم بدي بلش مقابلة بأنه هني لبنان والشعب اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، بعد انتظار سنتين ونص. يعني صحيح صار حقنا يكون في رئيس للجمهورية، وكمان بدنا نهني بتكليف دولة الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لأنه بالحقيقة لبنان بأمس الحاجة لمعاودة الانطلاق مجددا للنهضة الاقتصادية الأمنية الثقافية الفنية كلها. يعني طبعا اتجمدت كل الأمور بهالسنتين ونص، كله بيلحق بعضه بالأخير. كنا بحالة انعدام وزن وبحالة بلشنا بحالة نزاع كمان. صحيح. فنحن هلأ منتأمل مع بداية السنة الجديدة 2017 أنه تكون انطلاقة جديدة للبنان، انطلاقة مميزة بكل معنى الكلمة ومن مختلف النواحي، لأنه الاقتصاد بحاجة لها، كل شيء بلبنان بحاجة لهالانطلاق طبعا. وواجب عبدة بيوصل للحزمية لأنه الجيران. أكيد نحن بعبدة والحزمية متلصقين. نعم. طلعت بركلو للجنرال؟ أكيد، بس يكون في مجال لما نطلع. أكيد ممكن يكون قصر الشعب دايما مفتوح قدام الكل. رئيس الجمهورية هو رمز البلاد. نعم. يعني رئاسة الجمهورية منا شغلة عادية، هي رمز للبنان كله، رمز للبلاد كله. نحن يعني دائما رئاسة الجمهورية بتعني الكثير، وخاصة للمنطقة المجاورة للقصر الجمهوري بعبدة ولكل لبنان، وكيف للمناطق اللي هي مجاورة للقصر الجمهوري. يعني صحيح. هالموضوع بيعني لنا كثير نحن، وبعتقد كل الشعب اللبناني كان لامس انه هو بأمس الحاجة لملء هالفراغ اللي طال سنتين ونص. كرؤساء بلديات شو بتطلبوا منه للجنرال اليوم؟ نحن كرؤساء بلديات هلا ما بدنا نطلب شيء، بدنا نطلب انه تتشكل حكومه بالقريب العاجل، وتنطلق دوره عجله المؤسسات لمعاوده العمل مجددا لحتى كل لبنان ينهض، بدءا من البلديات ومرورا بكل المؤسسات. نعم، لانه خليه نحل بالقصر في ورشه عمل، عم بيقولوا كثير مستعجل والريتم سريع، واول موضوع الملف اللي زعج الناس هو ملف الزباله. طبعا هو بده ياخده على عاتقه باسرع وقت ممكن، نتمنى. يعني في عندك ثلاث اشياء بتهم المواطنين مباشره، ملحه هي اول شيء النفايات. يعني النفايات
مثل ما شفتي بعدنا عم نعيش أزمات، يعني بعدنا يوم بتقدر بالسكلين، يوم بتسلم السكلين لغيرها، يوم إلى ما هنالك. بعدنا مطرحنا. يعني نحن كحازمية، كمدينة الحازمية المعروفة إنه يعني هي من مدن مميزة بنظافتها، عم نعاني من ملاحقة يومية، بس بكل أسف بقلك إنه سكلين يمكن سلمت هلا لمجلس الماء والعمار، لأنه تراجع العمل بالفترة الأخيرة. نعم. من كل النواحي، يعني من ناحية النقل، من ناحية الكنس، من كل النواحي. فنحن بنتمنى معالجة جذرية ونهائية لموضوع النفايات، كما أنه المواطنين بدهم معالجة جذرية ونهائية لموضوع الكهرباء طبيعي. ولموضوع المي. يعني هول ثلاث أشياء مرتبطين بحياة المواطن اليومية، يعني ما في يتخلى، ما في المواطن يقعد بدون مي، ما في يقعد بدون كهرباء، وما في يقعد كمان والزبالة موجودة بقرب هيك للشوارع من بيته اللي ساكن فيها طبعا. فمشان هيك نحن بنقول انه هول ثلاث اشياء ملحة. هلا في كتير اشياء ملحة، بس انه هول ثلاث اشياء لهم علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية. نحن بنتمنى انه يكونوا هول هن الاولوية ببداية العمل. بس نسبيا هدول ما بيعانوا منهم اهالي الحازمية. هلا لما اضربت سكلين اوكي يمكن كان في شوية، لا حتى بس قبل لا، حتى نحن عم نتدخل، يعني لما اضربت سكلين يعني نحن عم نتدخل لحتى لو بدنا نجمع بغير محل وننتظر لترجع سكلين لترجع تشيلهم، يعني عم نجرب. بس لما بيكون في فعالية بالشغل، أنا بعتقد أنه نحن يعني مرقنا بفترة كنا منقول أنه الحازمية بتوازي المدن الأوروبية بالنظافة تبعيتها، ما عنا أي مشكلة. وهلأ عم نشتغل على تطوير، يعني بلشنا موضوع النفايات معلش وموضوع مهم، نحن عم نشتغل على تطوير موضوع النفايات. أول شيء لجهد أنه نحن أخذنا موافقة مبدئية من الاتحاد الأوروبي. نعم. على إنشاء معمل معالجة وفرز لنفايات الاتحاد، اتحاد ساحل متن الجنوبي اللي مؤلف من فرن الشباك والشياح والحازمية، وهلأ مؤخرا منرحب فيها انضمت له بلدة عريا. يعني عريا صارت تابعة للاتحاد ساحل المتن الجنوبي، تحت بلدية ساحل المتن الجنوبي. نحن أخذنا موافقة مبدئية كاتحاد على معمل لمعالجة وفرز النفايات، وهلأ عم نشتغل لاستكمال الملف لناخد الموافقة النهائية حتى ننشئ هالمعمل. بس منا بالسهولة، يعني إنشاء المعمل منه بس هو لوحده الحل لمعالجة النفايات، لأنه من إنشاء من بعد هالمعمل بصير بده يطلع عوادم من النفايات، بده يطلع بقايا، بده معالجة كمان. بده معالجة تاني كمان. إذا ما نعمل معالجة جذرية بيئية يعني بتأمن المواصفات المطلوبة سواء من الاتحاد الأوروبي أو من وزارة البيئة أو من اللجنة اللي مكلفها مجلس الوزراء هون. وأنا اجتمعت كمان مع ممثلين عن هاللجنة وعم ندرس استكمال المشروع على الصعيد الترخيص له كمان، مش بس موافقة الاتحاد الأوروبي، موافقة الجهات المختصة. تقريبا قديش وقت؟ يعني عم تقلي بدو وقت أكيد. نحن شي سنة؟ ايه أكيد. لا سنة مفروض أنه نكون أنجزنا وبشرنا العمل، وبصير ساعتها لم من قبلنا، ورح نطور الكونتينرات. نحن بالحزمية بصورة خاصة رح نطور الكونتينرات الموجودة بجانب البنايات لتكون بنوعية أفضل وبطريقة أفضل ومحكمة أكتر، ورح نطور النقل والكنس واللم اللي هو بيصير من مسؤوليتنا نحن كبلدية. يعني نحن كاتحاد رح نعمل هالمعمل، والبلديات هي بتصير ضمن نطاق كل بلدية، هي بتجمع وهي بتكنس وهي بتنظف المدينة تبعيتها، وساعتها بتبين البلديات قدرتها على معالجة هالموضوع بالداخل. عظيم. المعمل وين رح يكون؟ بأي منطقة؟ المعمل بمنطقة من مناطق الاتحاد، مش حنعلن عنها هلا لأنه بوقتها، بس أكيد أخدين موافق عليها، والأرض عم يعني أخدين موافق على الأرض وعم تستكمل كل الدراسات لها. فنحن ان شاء الله انه بالقريب العاجل بنعلن عن هالموضوع من بعد ما نستكمل كل الموافقات. اخر مره التقينا كنا بدنا نقول مبروك سلف لباكيارد، ما كان بعد تم افتتاحه بشكل رسمي، فاليوم عمل حركه كتير بالحزميه، حكينا عن كتير مشاريع كمان كانت انحطت على السكه مثل ما حضرتك ذكرت، اليوم صرنا مخولين نحكي عنها اكثر. باكيارد هو ليل الحزميه. يعني الليل النابض، الليل النابض بالحزمية. يعني بالإضافة إلى نشاطه خلال فترة الظهر، هو صار الليل النابض بالحزمية، يعني أعطى جو للحزمية ولا أروع، جو مميز جدا، وعمل نشاط ليلي، يعني عم يتوافد على الحزمية من كل المناطق المجاورة لها بلبنان، ومن كل لبنان بقدر أقول لك، مش إنه عم بالغ، من كل لبنان عم يتوافد على هالمشروع
لحتى يعني يستفيدوا من الخدمات هاللي بيقدمها المشروع، ويستفيدوا من البيئة المجاورة له، يستفيدوا من الطريقة اللي منفذ فيها، الطريقة المدروسة اللي منفذ فيها هالمشروع حقيقة. هالمشروع هيدا نجح نجاح كبير، ونحن بنتمنى لأصحابه الاستمرار بالنجاح وتطويره نحو الأفضل إن شاء الله. أنا وناطرة الفاليه طلعت لقيت بعد في أراضي حدو، قلت ممكن يتوسعوا فيهم أكثر ويعملوا كمان مطاعم إضافية، لأنه هالقد نجح المشروع. الأراضي اللي حدو مش تابعة للمشروع حياة، تابعة للمشروع الكبير اللي هو بالأساس معروف بأرض العصفورية. هلا هن في أراضي تحته تابعة لجهة تانية عم يشتغلوا لحتى ياخدوها لتكون فسحات خضراء، مش ليعملوا مطاعم إضافية، لا ليكون عندهم فسحات خضراء إضافية. هذا اللي قلناه من شوي، إنه حريص على كل شجرة تبقى بالحزمية وعلى المساحات الخضراء. حضرتك ست ميراي، الناس ما بيعرفوا إنه نحن عم نطبق قانون البناء. نحن البلديات كلها ما لها دور، هي مش هي اللي وضع قانون البناء، نحن عم نطبق قانون البناء. ونحن اشتغلنا كمجلس بلدية الحزمية على تطوير قد ما فينا نطور لصالح الحزمية بهالقانون اللي موجود، ولكن بكل أسف قانون البناء الموجود ضمن نطاق منطقتنا ما بيراعي كتير المساحات الخضراء. مشان هيك نحن عم نرجع نجرب كبلدية انه نعود قد ما فينا بفسحات إضافية، باستملاكات بالمساحات تحت الجسور. يعني عنا هلأ اليوم حديقة بحدود 15,000 متر رح نفتتحها قريبا من بعد ما نستكمل تطويرها وتجهيزها، وهاللي صار تقريبا سنتين واكثر شبه جاهزه، بس اجلنا افتتاحها نظرا للظروف اللي كانت موجوده ولظروف النزوح السوري. يعني خليني اقولها مثل ما هي اللي صارت. فهلا ليش اليوم تاخر النزوح السوري؟ تاخر لانه صار في استخدام لبعض الحدائق مثل ما بتعرف العامه. فنحن اقفلنا هالمشروع، اليوم رجعنا اخذنا قرار باستكماله، وان شاء الله بربيع 2017 بتكون بتصرف المواطنين المقيمين بالحزمية. يعني هالحديقة رح تكون مخصصة لكل العالم المقيمين ضمن نطاق لمناسباتهم، يعني كلها اللي عندهم اي مناسبة بتكون هالحديقة مناسبة لألهم. طبعا يعني كل مواطن بحب يستعمل هالحديقة بيستحصل على كارت من البلدية بيفوت دغري على هالحديقة، فقط محصور استعمالها بسكان وأبناء الحزمية. لازم تضبط حتى تكون منظمة وتبقى بحالة جيدة وتبقى نظيفة ومرتبة وتستقبل اللي بدهم يزوروها كما يجب. هل صحيح لما ذكرت حضرتك العصفورية إنه هالأراضي الحلوة اللي دايما نحكي عنها بكل حلقاتنا حدا عمل فيها مشروع كبير مزبوط وبطل فيه خضار؟ حدا طلب مني سألك؟ لا بعد أول شيء كل المشاريع اللي تحضرت لأرض العصفورية هاللي يعني هي دغري حد الباك يارد. طبعا هي مساحه كبيره كتير. الارض المخصصه للمشروع اللي للمنطقه اللي كانت معروفه سابقا بالعصفوريه هي 95,000 متر. في من اصلها كيف ما تنفذ اي مشروع، في من اصلها 35,000 متر حديقه عامه. نعم. لاستعمال العموم ولاستعمال المشروع. يعني الناس بيتكهنوا بالاشي. انا برايي المواطن او الاعلامي او اي شخص بده معلومات لازم يراجع البلدية مباشرة. هي ملك مين كل اليوم؟ المشاريع اليوم ملك شركة مختلطة. نعم. كل المشاريع اللي انطرحت لارض العصفورية كلها كانت عم تراعي المساحات بكمية كبيرة، مساحات خضراء بكمية كبيرة. ونحن اليوم مركزين على ابقاء هالمشروع كمشروع كبير. يعني ما بدنا تنفرز هالاراضي وتتقسم وتصير كلها مشاريع بناء عادية، لا، بدنا نحافظ. نحن اليوم بدنا نحافظ على الاراضي الكبيرة لينعمل فيها مشاريع كبيرة. يعني مثل ما طلع الباك يارد ومثل ما عم يطلع اليوم مشروع حزمية فيليج عم صار شارف على نهايته، مثل ما في كتير من المشاريع الموجودة عندنا سواء كانت السيتي سنتر، سبينس، التويوتا، الكيا والى ما هو من هالشركات، كل هاي معموله باراضي كبيره ومساحات اراضي كبيره. نحن بدنا هيك يكون الاستثمار، يضل ضمن هالمساحات الاراضي كبيره. ما بقى عندنا تشجيع ولا بقى رح نسمح بفرز الاراضي الكبيره لقطع صغيره لحتى تصير بنيات متلاصقه. وفقا لقانون البناء الحالي برجع بكرر،
البلديات كلها بتلتزم بتطبيق قانون البناء اللي هو موجود. نعم. مش هي بتوضع قانون البناء. أوكي. يعني هي ما فيها تعدل بقانون البناء البلديات. أوكي. فيها تطبق القانون الموجود. فالقوانين البناء اللي موجودة ضمن نطاق منطقتنا نحن، ما فينا نحكي عن غيرها، ضمن نطاق منطقتنا بالحزمية، ما يعني منا مراعي المساحات الخضراء، منا مراعي بس انه نعمل العلو 4 طوابق. يعني انا كنت بفضل يعطوا العلو 5 طوابق ويعطوا العلو 6 طوابق حتى، ويعطوا مساحات خضراء تحت بالتراجعات تقدر تأمن فسحات للأبنية لكل بناية فيها سكان ومقيمين، أحسن من أنه نلتزم ب4 طوابق يعني. صحيح. اللي حابين يتواصلوا معنا ما في وقت ناخد اتصالاتكم، بتحبوا تحيوا لبريزيدان أسمر، أو إذا عندكم أي سؤال على 1084. إلك سلام من متر شخطورة وبلديات بإشراف، وبيسلم عليك كتير. شكرا لإله، سلمين عليه ومنهنين احنا على كل شيء. اسم الله نشيط المات. اكيد اكيد اكيد. سوبر نشيط مش نشيط. فنحن رح نتوقف مع اول استراحة اعلانية ونتابع. راديو دلتا لبنان. بدي احسن دوليب ضد التصحيب الشتوية، وخاصة لطرقات الجبل الخطرة والوعرة. دوليب نوكيان. هاي، عندك نوع دوليب بيكونوا واو لأيام الشوب بالصيفية؟ أكيد، دوليب نوكيان. صيفية، شتوية، خريف أو ربيع، كل أيام السنة محمية مع دوليب نوكيان الفنلندية. معلوف تريدينج أند سيرفيسز 03-001-434. نوكيان تايرز، وير سيفتي بيجينز. الاعتماد اللبناني بين الحداثة في المبنى والتطور في المعنى، دايما بقربك. المصارف اللبنانية في خضم التعقيدات السياسية والركود الاقتصادي. الإجراءات والتدابير المصرفية بين سندان مصرف لبنان ومطرقة المصارف. حماية المستهلك كما في وزارة الاقتصاد كذلك في المصارف. السياسة التسليفية المتأقلمة مع مختلف السياسات. كل هذه العناوين وعناوين أخرى يمكنكم متابعتها مباشرة على الهواء مع مساعد المدير العام في بنك الاعتماد اللبناني السيد فادي صابر في مقابلات مباشرة متتالية مع ميناي عيد ضمن برنامج صباح الخير. اخترت تكون طبيب؟ محامي؟ تخدم بالجمارك؟ بالدرك؟ بالأمن العام؟ بالجيش؟ بفوج الإطفاء؟ أو تكون مهندس؟ إذا كنت بالقطاع العام أو الخاص وطموحك تتملك بيت، زور فروعنا أو موقعنا الإلكتروني لطلب قرض سكني مع موافقة سريعة خلال 24 ساعة. الاعتماد اللبناني دايما بقربك. أحدث مركز طب تجميلي متكامل بإشراف أطباء متخصصين. جمالك بالدنيا. بيروت، المشرفية، صيدا، صور، والنبطية. 01-544-415 تحت إشراف الدكتور علي وهبي وأطباء متخصصين. Back to the music. Radio Delta, Lebanon. بريزيدان، عم بحيو كل اهالي الحزميه. نحن دائما بنلمس محبتهم لانه مثل ما قلت يعني بتهتم بالكبار قبل الصغار، ان كان بالختيريه ان كان بالشباب، تشوف شو تطلعاتهم، شو عندهم طموحات. مشان هيك فيها المحبه يلي ما فيها مصلحه وما فيها غايه لالك. شوفي، نحن عم نعمل، يعني انا تبعت خطه من زمان، يعني من وقت ما بلشت مع زملائي بالعمل البلدي، بس طورناها اكثر. يعني اليوم نحن عاملين بالاضافه للمجلس البلدي عاملين مجلس استشاري بلش من حوالي 24 شخص حاليا، عم نكفيه ل 36. وهن شو هن هول المجلس الاستشاري؟ هن مجموعه من الشباب والصبايا هن يعني
بوظائف بيشغلوا وظائف معينة، عندهم نشاطات معينة، عندهم صفات معينة. شكلنا منهم هالمجلس الاستشاري حتى يكونوا عون ودعم للمجلس البلدي بكل النشاطات اللي بيقوم فيها، ولتزويد المجلس البلدي كمان بأفكار جديدة وبملاحظات على الأشغال، على أي شيء، على حتى تصرفات اللي تابعين للبلدية من موظفين من غيره من أجهزة إلى ما هناك. بالإضافة لهالمجلس الاستشاري عم نعمل نحن مثل ما بتعرفي عندنا نشاطات كتيرة مع الشباب، ما في شك، وعم نطور هالنشاطات. اليوم عم ندرب الشباب على الشأن العام بالشراكة مع اليونسكو، اليونسكو مولي هالبرنامج التدريب للشباب، وعاملين ورشة عمل كل بالشهر مرتين كل سبت، فبتدرب الشباب على التعاطي بالشأن العام وعلى غيرها من الأمور. حتى ما نطول بهالموضوع، بدي اقول لك من هول الشباب هل اليوم عم بيشارك منهم، من شباب الحزمية عم بيشارك شباب من بلدية الشياح ومن بلدية فرن الشباك، رح نشكل مجلس شبابي للاتحاد كاتحاد. حلو. يعني مجلس شبابي من ثلاث بلديات بيكون هو مجلس شبابي للاتحاد، بيشارك بكل نشاطات الشباب وبيطور نشاطات الشباب. يعني احنا بانتظار انه تخلص هالدورة حتى هالشباب يختاروا من بينهم مجلس يمثلون كمجلس للاتحاد وبيمثل ثلاث بلديات هاللي حاليا موجودة، وأكيد كمان بدنا مثل ما قلنا انضمت لهم بلدية عرية، رح تكون عرية مشاركة بهالموضوع، ممكن يزيدوا فإذا بعد. فإذا يعني التعاطي هاللي هو مع المواطنين بدءا من الشباب ومرورا بكل المواطنين أكيد بيخلي، يعني هي أهم شيء العلاقة المباشرة بين المجلس البلدي ورئيس المجلس البلدي والمواطنين. يعني ما بدنا نشوف المواطن مرة كل ست سنين لما بده ينتخبنا، لا، هيدا العلاقة بدها تكون علاقة دائمة. ونحن خاصة موضوع كبارنا عم نشتغل اليوم لإنشاء مركز رعاية صحية مهم بالتعاون مع اليو ان دي بي كمان. اليو ان دي بي عم تحضر لنا الدراسة، لأنه نحن ما قبلنا نعمل دراسة لإنشاء مركز رعاية صحية متطور، يعني هذا للختيرين على مستوى هذا لكل العالم. لكل عالم، مشان هيك عم نقول مركز رعاية صحية متطور بيستقبل كل العالم وبيقدم خدمات صحية جيدة. ما قبلنا نعمل دراسة نقوم فيها، مع العلم انه عنا كتير فريق من مهندسين بيتعاونوا معنا، ولا برجع بحكي لك عن المهندسين. كلفنا اليو ان دي بي، اتصلنا باليو ان دي بي بواسطة مكتب التنمية اللي موجود عنا بالبلدية واللي عم بيقوم بنشاط فعال. مكتب التنمية تواصل مع اليو ان دي بي، واليو ان دي بي زارنا المسؤول المسؤول عن المراكز الرعاية الصحية بالعالم. نعم. من حوالي الأسبوعين تقريبا، وهو دكتور من إيطاليا، وكشف على هذا المركز، وكلفوا هلأ فريق من المهندسين يعملوا لنا الدراسة الفنية اللازمة لإنشاء مركز رعاية صحية متطور لكل الأعمار ولكل الناس، لكل الأعمار ولكل الناس، إيه لكل الناس. أنا بعرف عندك ضعف على الختيارية، لأنه اليوم طبعا أكيد الختيارية هن الأولوية، بس اليوم الموضوع الصحي هو حاجة عند كل الناس مثل ما بتعرف، خاصة بهالظروف اللي بنتأمل هلأ مع انتخاب رئيس جديد للبلاد أنه يتتغير. بس انه نحن مرقنا بمرحلة لمسنا انه صار في حاجة ماسة للموضوع الطبي عند كل المواطنين، مشان هيك عم نسعى بالتنسيق مع اليو ان دي بي لقيام بدراسة لإنشاء مركز رعاية صحية متطور. مشان هيك قلت عنك إنساني وإنسانيتك طاغية ومنفتح، بتسمع للكل وبتعطي دور للكبار وصغار، وخاصة دور للشباب الحزمية. دور للشباب، أنا مآمن بالشباب ومآمن بأنه الدور لازم يكون دور مميز للشباب، والشباب من كل الأعمار. لما نقول الشباب، الشباب كمان منه بس بالعمر، الشباب كمان بالنفسية، بالتعاطي، لا، بطريقة التصرف، بطريقة التعاون. يعني أنا بقول لك هالمجلس الاستشاري اللي موجود معنا اليوم حقيقة، يعني أنا بهنيهم اليوم عبر إذاعة دلتا، لأنه عن جد عم بيقوموا بنشاطات جيدة ومميزة. كما وأنه مؤخراً استحدثنا مجلس مؤلف من عدد من المهندسين كمان حتى يزودنا بأفكار جديدة، بتطلعات جديدة، بمشاريع جديدة، يشتغل معنا على تطوير المدينة كمان أكتر وأكتر، ويواكب المشاريع اللي هي بدها تنفذها البلدية. وهالمجلس هيدا مؤلف من 12 مهندس،
وهال 12 مهندس هن من المهندسين هل هن معروفين بكفاءتهم ونشاطهم واللي مقيمين ضمن نطاق البلده او من ابناء البلده الحسميه. هيك بتستفيدوا من خبرتهم؟ طبعا بنستفيد من خبرتهم، بنستفيد من توجيهاتهم، بنستفيد من الافكار تبعيتهم، لانه نحن دائما كمجلس بلدي بحاجة لأفكار جديدة حتى نستمر بتطوير المدينة. نحن ما بدنا نذكر ونقول إنه الحزمية اليوم هي من المدن المهمة بلبنان، لا، بدنا نقول إنه بدنا نضلنا دائما نشتغل على تطويرها، والعمل إنه دائما ضل ماشي نحو الأفضل. يعني دائما عندهم أفكار بس ما عم يسبقوك فيها، بتصور إنه عم تمشوا مع بعضكم. لا لا، أنا بتعاون أنا وياهم على الأكيد، أنا بتعاون أنا وياهم وبستفيد من أفكار الكل. أنا وهون كمان بديك تسمحي لي حي زملائي بالمجلس البلدي على دعمهم وعلى عطائهم ونشاطهم. قلت قديش ديناميكية، يعني بيشبهوك، عندهم هالديناميكية وحب كلهم العمل. كلهم بحبوا بلدتهم، مشان هيك بيعطوها من كل قلبهم. وبتسمع لهم، هيدا أهم شيء. طبيعي، ونحن على تعاون كبير مع المختير البلدي، مع جمعية تجار البلدي، مع جميع التجار، مع جميع الجمعيات اللي بتقوم بنشاطات ضمن نطاق البلدي. كما وانه بدي اقول للكل انه نحن باخر جلسه لمجلس الوزراء استحصلنا على المرسوم اللي هو بيعيد تكريس الارض اللي مستعمل اليوم حاليا للمجمع الرياضي الموجود عندنا، واللي هالمرسوم اللي بيعطي الحازميه حوالي 9000 متر مربع لاستخدامها لكافه النشاطات الرياضيه اللي بتعود للبلديه، واللي رح ننشئ عليها رح نقوم بدراسة لإنشاء مجمع رياضي مهم عليها بالمستقبل. نحن اليوم حاليا في عنا شبه مجمع صغير عم نشتغل ضمنه، وخاصة رياضة الفوتبول ناشطة كتير بالملعب اللي موجود عنا وبالمجمع الصغير اللي تبع الملعب. رح نطور الملاعب، نحن كمجلس بلدي حالي رح نضيف ملاعب جديدة للتنس للباسكتبول وغيرها بالمساحة اللي صارت مخصصة لنا، ورح نعمل دراسة لإنشاء مستقبلا يعني الفريق اللي ممكن يكون فيما بعد هو ينفذ مشروع مجمع رياضي كبير على هالأرض اللي هي مساحتها أرض مسطحة، مساحتها 9000 متر مربع بوحدة من أجمل المناطق الحزمية، المنطقة المعروفة بمنطقة إسنا. يعني مش بعيد يصير في عنا المدينة اللي بناها كمال شمعون بالحزمية إذا بدنا نلحق طموحك بريزيدان وهالحماس اللي موجود عندك وعند فريق عملك، بصير عندكم مدينة رياضية. مش هالقد بس إنه بدنا نعمل مجمع رياضي يليق بمدينة الحزمية حقيقة. كم مهندس؟ قديش عددهم قلنا؟ المهندسين الاستشاري اللي موجودين معنا بهلأ بأول اجتماعات عقدناها لهاللجنة الاستشارية مهندسين 12 واحد. يعني أنا حسب هالمشاريع اللي عم نحكي عنها بحاجة هلأ ل 22 بأقرب وقت، ومن بعده رح يزيد العدد. لأنه اسم الله عليكم عن جد مشاريع كتيرة. ما بتفاجأ لأنه دايما من آخر مرة منلتقى بتخبرني عن إشياء بحس أنه كلها تنفذت، ولا مرة أحكيت إلا وفيد بوعدك، وهيدا الحلو بيجان أسمر. لا اكيد، اهم شيء انه المجلس البلدي لما يقعد بمشاريع، سواء المجلس البلدي اللي بيكون مرشح يعني اللي بيكون بعده بطور الانتخابات بيقعد بمشاريع مفروض انه يلتزم فيها وينفذها. طبعا نحن بدورة 2010 وعدنا بمشاريع نفذنا تقريبا نسبة 85-90% منها، واللي ما تنفذوا المشروعين اللي ما تنفذوا منها بلشنا هلأ بتنفيذهم، ومنهم الشارع اللي عم نسميه الشارع المميز بالحزمية، شارع تراثي هو، بس هو بالحقيقة شارع مميز، عم نعمله شارع مميز عن غيره، رح يكون فيه مستديرة مخصصة للفنان الكبير، الفنان الكاريكاتير الكبير، وهاللي أمضى نسبة كبيرة من حياته بالحزمية واللي هو ملاك بالحزمية اللي عانيت فيه الأستاذ بيير صادق. في مستديرة بهالشارع، مستديرة بهالشارع رح تكون باسم الفنان بيير صادق، وهي أول مرة أنا بعلنها هون إنه المجلس البلدي خصص مستديرة لإله. والدراسة لهالشارع عم تتم بإشراف زميل لإلي كمان بالمجلس البلدي هو المهندس سليم صقر، عم بيتابع هالدراسة
مع المكتب اللي عم يعني بيقوم بدراسة هالشارع، وتقريبا يعني صرنا بمرحلة متقدمة من الدراسة. إن شاء الله أنه منقدر بال2017 نقوم بالتلزيم اللازم هاللي هو بيشمل تطوير هالشارع وإنشاء المستديرة بوسط هالشارع هيدا، وجعل هالشارع نموذج لكل الشوارع اللي رح تكون بالحزمية مستقبلا. بيكبر قلبنا لما تقول هالإشياء بريزيدان، لأنه بنمرق بشارع سعيد فريحة اللي كرمتوه، سميرة توفيق، واللي طورنا الشارع بالكامل، طور شارع سعيد فريحة صحيح. طور بالكامل. وهون مجددا بشكر مجلس إنماء والأعمار على دعمه، وبطلب منه وبنشده عبر الإعلام انه نحن بدنا نكمل نحن ويا الشارع المتبقي من مفرق جسر الباشا حتى تقاطع الشيفروليه. من مفرق جسر الباشا حتى تقاطع الشيفروليه، هيدا الشارع اكمال لشارع سعيد فريحة اللي هو من اهم الشوارع بالحازمية، واللي فيه اليوم كمان مشاريع من اهم المشاريع بهالشارع. بدنا نتعاون مجددا نحن ومجلس الماء والعمار لحتى نستكمل تطوير هالشارع من مفرق جسر الباشا حتى حدود تقاطع الشيفروليه. نعم، حتى يوم دفن الموسيقار ملحم بركات كنت عرفت انه بلدية الحازمية حابة لو قطع الكونفوا عندهم كانوا حابين يعملوا له وقفة حلوة كرموا فيه على طريقتهم، بس قلت لي يمكن ما لحقنا اول مرة، رح تكون ان شاء الله بمرحلة تانية نعمل له. نحن ما في شك انه في كتير ناس ما بيعرفوا انه الموسيقار المرحوم ملحم بركات، ملحم بركات كان رقم سجله 1 روم أرثوذكس بالحزمية. عن جد؟ ايه. وهو رفض، وهني أساسا أكيد هني أساسا من كفرشيمة، ورفض يرجع يرجع، بس جدوده كانوا ناقدين على الحزمية، فرفض إنه يرجع يرجع نفوسه على الكفرشيمة إلا إذا بيكون رقم سجله 1 كمان زيت الشيء مثل ما كان بالحزمية. ولكن يعني ما بدنا نقول، ما صار في تنسيق بالحقيقة معنا بهالموضوع، ولكن نحن كبلدية الحزمية على الأكيد بدنا نخص الموسيقار المرحوم موسيقار لبنان بالحم بركات بلفتة معينة من بلدية الحزمية. مش غريب عليك. إن شاء الله إن شاء الله بالتنسيق مع زوجته ومع أبنائه من ندرس هالخطوة ومنقوم فيها كما يجب. مستاهله. اللي بيساعد أنه الحزمية هالقد تتطور غير طبعا أفكاركم واندفاعكم أنه بلدية غنية، يعني المادة بتساعد وبتلعب دورة. بلدية ست ملاي مش مزبوط. البلدية غنية، نحن فعلنا الجباية بالحزمية، نحن طورنا الحزمية حتى استقطبنا المستثمرين، نحن قدمنا تسهيلات للمستثمرين ضمن نطاق القوانين اللي نحن بنقدر نتفاعل معها حتى تكون بخدمة المواطن مش لعرقلة المواطن، القانون معمول لخدمة المواطن مش لعرقلة المواطن. يا ريت الكل بيفكروا بهالطريقة. حتى استقطبنا المستثمرين لحتى أمننا مداخيل لبلدية الحزمية. نحن بالحقيقة لما استلمنا بلدية الحزمية ب 98 استلمنا فيها مبلغ، كمان هاي لأول مرة بيقولوا على الإعلام، مبلغ أقل من 100,000 دولار استلمنا فيها، مبلغ أقل من 100,000 دولار. ولكن العمل الجدي اللي قامت فيها المجالس اللي اجت من 98 وفيما بعد، والتطور اللي صار وحركة الازدهار والعمران والمشاريع الكبيرة اللي استقطبناها على الحزمية خلت انه هالشي أمن مداخيل لبلدية الحزمية. نعم. بس بلدية الحزمية لا، مش انه اذا قعدنا نتفرج كنا بعدنا بالوضع ذاته. يعني ما فيك تأمني مداخيل إذا ما عملتي نشاطات، إذا ما سقطبتي مشاريع، إذا ما كنت يعني عم تعطي تقدمي خدمات مميزة للمواطنين اللي عندك، للمستثمرين اللي عندك، تخليهم يستقطبوا الغير. يعني كيف اجت المشروع ورا المشروع ورا المشروع على الحزمية؟ يعني هي بشطر تكون، لأنه شافوا أنه في أنه بلدية الحزمية عم تقدم خدمات مميزة. نحن لما عملنا كنا من الأوائل اللي عملنا شبكة كاميرات، شبكة مراقبة للشوارع بعز الوضع اللي كان الوضع الأمني السيء اللي كنا عم نمر فيه. نعم. كنا نحن سباقين بأنه نعمل، مش مهم نركب كاميرات، مهم أنه عنا غرفة مراقبة عم تشتغل 24/24. نعم. حتى تسهل العمل جهاز الشرطة وجهاز الحراس اللي بيشتغلوا بالليل وبيشتغلوا بالنهار. يعني في البنى التحتية اللي ركزنا عليها سنين طويلة هيدي كمان استقطبت المستثمرين. نحن اليوم الحزمية مضاءة ليلا بشكل دائم لانه الاضاءة العامة تبعيتها موصولة على المولدات الخاصة. يعني في اشياء كتيرة نحن بنمتاز فيها بتخلي انه هالمستثمر
يتحمس تيستثمر بالحزمية مش بغيرها ويوضع ثقته فيك طبعا. وهيدا الشيء بأمن مداخيل البلدية، ولا البلدية كيف بتأمن مداخيل؟ لخبرك خبرية سريعة، أنا مرة فسدت على شرطي بلدية، كنت أنا يمكن عم بفتر عليه، بعدين قلت له لروي لا حرام، يمكن أنا كنت معصبة شوي. مرة تانية عم يعمل لي زبط بس كان معه حق، أنا طولت بالبارك ميتر، فظهرت قلت له ولو أنا قربته للبريزيدان أسمر، قال لي بشرفك سلمي لي عليه كثير، قال لي أنا عم بعمل واجبي، بينبسط مني أكثر. يعني ما عنده وصايد. فهلا تذكرت الخبريه اللي بدي اقول لك اياها على الهواء، يعطيهم الف عافيه. كل حدا بيشتغل بالحزميه بحس عطيهم نفس. ما عندك الا محبه لكل الناس، وهيدا اللي عم ينعكس بتصرفاتهم. يعني واحد غيره يمكن كان فزع ببلديه ثانيه، قال لك لا اذا بتقرب البريزيدان شو بدي سود وجهي معه. ست ميري، يعني بفتكر هي المحبة هي اللي بتعطي أكتر نتيجة. هيدا اللي بدي أقوله، يعني التعاون والمحبة مع كل الفريق اللي بيشتغل بالبلدية، من أصغر موظف لأكبر موظف، مع كل اللي عم يتعاونوا معنا من خارج البلدية، من جمعيات، من لجنة التجار، من فعاليات، من غيره. هذا التعاون هو اللي بيعطي المردود الإيجابي للمدينة، مش غيره. يعني الحقد ما بيوصل لمحل، يعني الحسد والحقد ما بوصلوا لمحلهم، ما بيعطوا اي نتيجه. نحن اليوم نعتبر بكل مرحله نمرق فيها بمرحله انتخابيه انه المرحله تاني يوم خلص صارت ورانا، يعني بنتخطاها. مش لازم نضل الناس عايشه بهالجو اللي نحن لازم، يعني مثل ما امبارح صارت انتخابات رئاسة الجمهورية، طب انه هاي معركة ديمقراطية، في ناس حطت ورق نقبل في ناس انتخبت. صحيح. بالنتيجة نحن كليتنا بدنا نقبل بالنتيجة ونعرف انه في رئيس جمهورية منتخب موجود بأسرة بعبدة، كل اليوم الجمهورية تابعة لهالموضوع هذا، لانه صحيح. انتخاب ديمقراطي. صحيح. والانتخابات هي شغلة ديمقراطية، ونحن هالمرة بالانتخابات يعني بقلك بكل تواضع انه جبنا نسبة تقارب 80% من المواطنين الحزمية. فمشان هيك انه هيدا الشيء نتيجة انه التعاطي لازم يكون بمحبة، لازم يكون بصدق، لازم هيدا يكون الكبر يلي حكيت عنه هلا بالمقدمة، لازم يكون بعيد عن بعيد عن الحرتقات والاشياء الصغيرة، لانه ما بيوصل. اذا الهدف انه نحن نطور مدينتنا ونمشي فيها دائما نحو الافضل، نحو التطور، نحو التقدم، هيك لازم نشتغل. ما في شك. تاني استراحة اعلانية ونتابع بلديات مع بريزيدان جان اسمر. صدر العدد الجديد من مجلة رانيا تقرؤون فيه: الوزير أكرم شهيب، المهربون أقوى من الدولة، المحافظ زياد شبيب، مصداقيته في العمل أثارت حفيظة الكثيرين، غلوريا أبو زيد، اندفاعها وإخلاصها لعملها توجى مسيرتها المهنية، غلاف مجلة رانيا، الرئيس زياد حواط، مدينة جبيل مثال التعايش رغم الاختلافات السياسية والدينية، فادي صليبي، حمانة ستعود عاصمة المتن الأعلى، الإعلامي المغوار رياض طوق يصرح لرانيا، الكبتاغون من أهم مصادر تمويل الإرهاب، سجينات بربر الخازن يعترفنا، وقصص أغرب من الخيال. مجلة رانيا تجدونها في كافة المكتبات، رئيسة التحرير رانيا ميال. راديو دلتا لبنان. بريزيدان مثل ما بتعطوا هيك اندفاع للفنانين، كمان عم تعطوا حصة كبيرة للرياضية. يعني بدل ما تعملوا مهرجان فني بالصيف، اخترتوا يكون في تكريم للرياضيين بقلب المدينة، وهيدا شغلة كتير حلوة.
بالحقيقة بشهر 10 اللجنة الرياضية ببلدية الحازمية اللي بتضم عدد من الزملاء بينهم الزميل هوفيك بربريان والزميل عبد النجار وروجي سفير وغيرهم، وبالتعاون مع يعني احد اللي يعني بيتعاطوا بالشأن الرياضي من سنين عديدة وطويلة ومعروف جدا بحقل رياضة الفوتبول وهو الكابتن إميل أبو صافي، نعمل مهرجان لتكريم قدامى اللاعبين. وبالحقيقة يعني كان هالمهرجان كان كتير كتير يعني كان شغلة كتير من القلب وكتير حلوة كتير مهضومة، لأنه ضمت كل هاللاعبين الكبار من أبناء الحزمية أو من المقيمين فيها، هل يعني اليوم بأعمار كتير كبيرة ومتقدمة بالسن، وكانوا كتير متفاجئين بموضوع تكريمهم وبموضوع ولا فكروا حتى حقيقة يعني كان كتير. المهرجان بالحقيقة أنا هنيت اللجنة وهنيت الكابتن إميل أبو صافي على هالفكرة وعلى هالمهرجان اللي كان هيك معمول من القلب بدون أي شيء صناعي، واللي كتير انبسطوا كل اللي اندعوا وتكرموا وكل اللي كانوا مكرمين كلهم شاركوا بالكامل، وكانوا هني مع أهلهم ومع رفقاتهم كتير مبسوطين طبعا من القلب. يعني مشان هيك الرياضة هي شغلة حلوة، ولكن تكريم الرياضيين القدامى كان شغلة كمان كتير مميزة. وعلى بموضوع رياضة، نحن اليوم مثل ما قلنا من بعد ما استحصلنا على المرسوم المتعلق بالأرض، في عنا مشروع صغير هو يعني بس ما يعني فكرة كتير كويسة، عم نعمل ممرات آمنة طولها تقريبا لازم يكون بحدود 2 كيلومتر. هيدي بتكون مخصصة لشغلتين. أول شغلة اللي بدون يركبوا الدراجات بيكونوا ضمن هالممر اللي هو ملاصق ومحاذي للمجمع الرياضي وللحديقة المجاورة له، وللمشاة يعني عم بعدهم عن الطريق العام، عم نخليهم يمارسوا رياضة تكونوا أصدقاء للبيئة بنفس الوقت، ورياضة بجانب حديقة فيها كمية أشجار كبيرة بيتنشأوا هواء نظيف أكسجين، يعني بيكون الجو حلو، طبيعة بجوارهم حلوة، وأهم شيء السلامة العامة لإلهم مأمنة وما عم نلوث الهواء بنفس الوقت. هالمشروع رح يتابع كمان من قبل زميل لإلنا زميل روجيه سفير لنتابع دراسته وتنفيذه بالقريب العاجل، يعني هو منه مشروع بس هو فكرة حلوة وآمنة منشان اللي بيحبوا ممارسة هواية ركوب الدراجات أو المشي، ونحن عنا إياهن كتار موجودين ضمن نطاق الحزمية هن كتار. نعم، تحضيراتكم لنويل هلأ زينة الحزمية كيف رح تكون السنة؟ شو عاملين؟ زينة الحزمية السنة عنا مفاجأة، عم نشتغل على تنفيذها، رح تتغير أكيد. زينة موحدة لفروع البنوك والمؤسسات الكبيرة. أوكي. رح يكون في بالحزمية بالتعاون مع فروع البنوك اللي عملنا اجتماع مهم معهم، ومع أصحاب الشركات السيارات الكبيرة أو الشركات الأخرى الكبيرة مثل السيتي سنتر والسبينس، رح يكون في زينة موحدة ومميزة لهالمؤسسات ضمن نطاق بلدة الحزمية، طبعا بالإضافة للزينة اللي بتقوم فيها البلدية. هالزينة هاي مباشرة هي رح تنفذ من قبل هالأصحاب الشركات أو فروع أو مدى مسؤولين فروعة البنوك، ما إلى علاقة فيها البلدية، سوى أنه البلدية بالتعاون مع شركة فنية إعلامية وضعت المخطط لتكون الزينة موحدة. يعني زينة هالمؤسسات وهالفروع تكون موحدة ضمن نطاق أرطب وأحلى بحس طبيعي. وإنما التنفيذ وكل شيء كل الموضوع المادي هني بيتعاطوا فيه مباشرة مع المؤسسات اللي بدها تنفذهم. يعني البلدية بتقوم باللي مطلوب منها لجهة الزينة ضمن نطاق الشوارع اللي كل سنة عم نطورها شوي أكتر، وكل سنة أهم شيء هون كمان يعني بدي أشكر أصحاب المولدات الخاصة، وبدي يعني وبيطلعتهم هو زميلنا هوفيك بربريان، لأنه مقدمين هل الإنارة لحوالي 1500 على حسابهم رح يدور على حوالي 1500
و500 لمبة إنارة عامة تقريبا ضمن نطاق شوارع الحزمية، وبيقدموا كمان الإنارة لكل زينة الميلاد حتى تبقى المدينة على طول مضواية بتكون موصولة على المولدات. بيستاهلوا التحية وأكيد بالإضافة للمهرجانات وشكر إنه هني دايما عم بيكونوا يعني داعمين لهالإنارة العامة اللي عم تتأمن ضمن نطاق البلدة بالكامل. مشكورين. وطبعا في حفلات بنوال، في أكثر طبعا بنوال في عنا مناسبتين عزيزين علينا أنت بتعرفيهم وبتشاركي معنا فيهم في مع الختيرية أهم شيء. أول وحدة هو الغدا لكبارنا مزبوط، وهاللي دايما بيضم حوالي 200 ل 225 شخص مميز من كبارنا، بنتغدى بنتشارك نحن وياهم الغدا واحتفال صغير وتوزعولهم الهدايا وتكريم صغير ومنعيدهم مسبقا. نعم. وتاني احتفال وهو كمان احتفال مهم وعزيز كتير على قلوبنا كلنا، هو احتفال صغارنا اللي صار عم بيشارك فيه تقريبا ما يزيد عن 1300 طفل من كل المقيمين ضمن نطاق الحزمية وأحيانا يمكن من جواره عم بيشاركوا، يعني العدد عم بفوق كل التصورات اللي نحن عم نحطها كل سنة. يعني آخر مرة سنة الماضية كان العدد بحدود 1300 طفل. حلو كتير. وعم يتأمن احتفال ومسرحية مميزة لهالأطفال، وفيما بعد أكيد توزيع هدايا ومعايدة للأطفال ولأهلهم. يعني منتوقع تكون الحزمية عم بتشعشع بفترة نوال، مدينة مشعة وما بتنام مثل العادة مع باكيارد وكل هالمؤسسات اللي عم تعطيها حركة بنهار وبالليل. أنا بالحقيقة بدي أشكر أول شيء كل المستثمرين اللي حطوا ثقتهم بالحزمية وببلدية الحزمية. عم نحكي عن مؤسسات كبيرة، لأنه كل المؤسسات وكل المستثمرين الكبار والصغار، لأنه كليتهم ساهموا بإنماء الحزمية وبإعطائها الطابع المميز اللي صارت فيه اليوم. كما وأنه بدي أشكر زملائي أعضاء المجلس البلدي كل واحد بمفرده على كل هالدعم اللي عم يعطونا إياه من 2000 من وقت ما بشرنا العمل سويا وحتى اليوم، وبصورة خاصة المجلس اللي كان بين 2010 و2016 هاللي أعطى إنتاجية مميزة، واللي اليوم أنا بعقد أمال كمان كبيرة على المجلس المنتخب بال 2016 حتى يكمل مسيرة المجلس 2010 ويتابع هالعمل النشيط والعمل الجبار اللي عم تقوم فيه بلدية الحزمية، ونسعى دايما لخدمة أبناء الحزمية الكبار والصغار، ونشرك أكبر عدد ممكن منهم معنا بالعمل وبالنشاط، ونستمر بتطوير هالبلدة وبالتعاون مع كل مخاتيرة وكل فعالياتها حتى ظل الحزمية مميزة مش بس بالاستثمارات وبالحجر، مميزة بالعلاقات اللي موجودة بداخلها. وأنا بشكرك ست ميري كتير، بشكر راديو دلتا اللي دايما بيفسح لنا المجال لحتى نعبر عن أرائنا ونعبر عن نشاطاتنا، ونتمنى لكم دايما دوام الاستمرار والنجاح. مثل ما دايما بنقول ساعة واحدة ما بتكفي نحكي عن الحزمية، نحكي عن نشاطاتكم ومشاريعكم، لأنه بريزيدان أسمر من أنشط رؤساء البلديات، ويعني مثل ما قلنا مجموعة رجال برجل ومجموعة رؤساء برئيس، هذا الكلام قليل عليك أبدا مش ما زدنا. يعطيك الصحة لحتى تقدر تنفذ كل هالمشاريع أكيد، ومثل ما تعودنا دايما أنا أختم بتحية لصديقي روي حرب لكل أعضاء المجلس البلدي، وإن شاء الله من هون لنوال نقدر كمان نستقبلك ونحكي عن مشاريع جديدة، لأنه بعرف كل أسبوع عندكم شيء ما عندي شك. وأنا بشكر مجددا وكمان بشكر فريق كل العمل اللي بيشتغل معي بالبلدية، وبشكر فريق العمل اللي عم يشتغل بالإذاعة واللي أملنا هالمقابلة. شرفتنا بريزيدان جانليس أسمر، أهلا وسهلا فيك ضيف بلديات لليوم. نحن منودعكم على أمل نشعوان، نتلقى الأسبوع الجاي يوم الاثنين إذا الله راد. Thank you نعيم، باي باي.